لازم يعني أبدأ بالشكر، شكر للدعوة لهذا الصالون، الصحبة، أكون في قلب بنها، ده شكر واجب ولا بد من بنها وإن طال السفر. لكن دعوني أحدثكم عن نفسي، أنني رجل أكتب نصوصا، وهذه النصوص هي التي تقدم رسالتي إليكم. فالسؤال هو: هل وصلك نصي أم لا؟ وإذا وصلك، هل قيمته بما يعني يستحق أم لا؟ أين تجدني؟ أين إلى آخره؟ هذا ليس السؤال الذي أبحث عنه. أنا قدمت رسالتي في النص، وحينما كنت أكتب الشعر في خلال مرحلة، أنا لم أتوقف عن الشعر على الإطلاق، لكني لست يعني معنيا بأنني عندما أكتب نصا أن أبحث عنك لتقرأه. بالعكس، أنا أكتب، ولذلك عندما قدمت المختارات ستجدون أن هناك قصائد كتبت على مدار سنوات، لكنني لم أجمعها في كتاب، وإنما أردت أن أقدم هذه المختارات لأذكر القراء، قراء الشعر، بهذه الرحلة. إذا هذه الرحلة تعنيني أنا في المقام الأول. الرأي المحترم الذي قدمه الأستاذ طارق أعتقد أنه يليق ب أحيانا في كنا يعني في المدرسة نقول أن ذلك أستاذ اللغة العربية يريد أن يحسب موضوع التعبير بالشبر، يعني من يكتب موضوعات أكثر فهو الأكثر حرفية على سبيل المثال. لكنني أعتقد حينما من يقرأ، وأعتقد أن الأستاذ طارق لم يقرأ الأربع روايات، لكن حينما يقرأ الأربع روايات ويسائلها عن مشروعها، ولا أريد أن أفسر، إنما هو كتاب واحد في أربع روايات، وقد يمتد في خمسة، وقد يزيد إلى 10، لكنه مشروع يبحث في الإنسان المهاجر، ليس فقط المهاجر من مصر، ولكن المهاجر من أي بلد عالمي، سواء كان بلد فلبين، السويد، إلى آخره. يعني في رواية الترجمان كم كان هناك مهاجرون من بلدان جاءوا إلى بقعة واحدة، الهندي مع الفلبيني مع المصري مع غيرهم. هؤلاء لهم أسئلة، وأنا بحثت في هذه الأسئلة. الدارس لعلم الاجتماع سيأخذ قضاياهم في دراسة، والدراسة في نهاية الأمر ستوضع في الأدراج ويرميها النسيان. إنما أردت أن أقدمها في رواية، لأن المشروع الروائي ربما يكون حيا، لأن الرواية قد تقرأ اليوم وقد تقرأ غدا، وقد تجد ناقدا يعني عندما يخلو إلى نفسه فيبحث عن رواية في ذلك المشروع أو غيره فيجدها. إذا أنت في نصوص الرواية قدمت ذلك المشروع. هناك مشروعات لا يمكن أن تستقيم في الرواية، لا بد أن تجد لها صيغة أخرى. ولذلك حينما أقول عن أدب الرحلة أنه جماع لتلك الآداب، ففيه السرد وفيه الشعر وفيه الفن التشكيلي. يعني كم مرة ستقرأ فتجدني أقف عند العمارة على سبيل المثال لأتأملها، وأقول لك ليس فقط من بناها، ولكن كيف بنيت وكيف أثرت في المناخ السكاني حولها. هذه الأسئلة في أدب الرحلة تعني أن المسافر لا يكتب أدبا مصورا أو أدبا سياحيا، وإنما لابد أن نبحث في الأدب، أدب الرحلة، عن ما هو وراء الرحلة. فالمشاريع الثقافية التي أقوم بها لا يجب أن أعلن عنها، لا يجب أن أقول أنني أدرس رحلة المهاجر، إنما أتركها للقارئ. والروايات لم تكن يعني تصدر في بئر السلم، يعني هذه رواية من دار العين، هذه رواية من بتانة، هذه روايات من هنا وهناك. يعني ربما كان يحيرني لماذا اكتشف الآخر خارج هذه الحدود، لماذا اكتشف قصيدتي ولم يكتشفها النقاد في مصر. لابد أن أسأل، لماذا لماذا قرأت بحثها ترجمت، هندية؟ لماذا تترجم دواويني إلى نحو 10 لغات كاملة، يعني ليست مجرد قصائد. إذا حسبنا القصائد فهناك أكثر من 30 لغة، لكن في 10 لغات صدرت دواويني مترجمة. إذا السؤال هو ليس لماذا اختفيت من
الصحافة المصرية، فأنا لست موظفا والحمد لله في الدولة المصرية. أعتقد أن هذا له دورا كبيرا، إذا كنت موظفا سأجده من حولي، وأعتقد أن الأستاذ في قصر الثقافة سيعلم أن من لهم حظوة في الكثير من الأمور هو من لهم أصدقاء في نطاق الوظيفة. هذا ليس اتهام، هذا إقرار بحال. يعني على فكرة، يعني السؤال هو الذي يجب أن تسألني، لماذا لم تتخصص في شأن إنسان؟ هل أنت راض عما فعلته؟ هو قال الإجابة بدلا عني أنني قد أكون مبسوطا. نعم، أنا سعيد بما قدمته وسعيد بما سأقدم. يعني أذكر عندما كنت أكتب في أدب الرحلة وقبل التصوير والكاميرا التي تحمل الصور، حملت كتابا معي وكنت في ترانزيت في القاهرة، كتابا يعني ثقله ربما 2-3 كيلو، المجلة التي قد تصدر في قرطبة، لأن هناك بحثا عن قرطبة وأنا زرت قرطبة وأريد أن أضمنها بعض السطور، فكانت الأمثال الشعبية في قرطبة مدمرة في ذلك البحث. كان يمكن أن أذهب وأسافر ولا أحمل الكتاب عبر السفر، ويعني لمن يهتم فليبحث هو بنفسه، إنما أنت في أدب الرحلة يجب أن تكون ذلك الباحث والرحالة وذلك المنتمي لفكرة أدب الرحلة الحقيقية، ليست هي مجرد يعني سياحة مصورة. ولذلك في الترجمة، يعني أنا ترجمت سلفادور دالي الفصل الأول ونشر في مجلة نزوة قبل ربع قرن، وفوجئت بعد نشر هذا الكتاب أن دار الهلال تقول السيرة الذاتية لسلفادور دالي تنشر مترجمة، وجدت أن تلك السيرة التي نشرتها دار الهلال أقل من حجم الفصل الواحد، فأتيت على بقية 20 فصلا وترجمتها وصدر كما رأيتم في نحو 400 صفحة. إذن هذه المشاريع التي أقوم بها لإرضاء نفسي أولا وإرضاء قارئي. أنا لا أبحث عن الناقد، أنا أبحث عن القارئ. يعني أن أبحث الناقد الذي يجلس يعني يمسك المتر لأرى كيف ارتفع كم سنتي، هذا لا أبحث عنه. أنا أبحث عن قارئ يستمتع، وربما قارئ وناقد يبحث عما ما وراء النصوص، يعني كيف اجتهدت فيها، كيف أنجزتها. جميل أن الأستاذ طارق يعني أشار لهذه النقطة لأبوح لكم بما قلت، لأنني أحب بالفعل أن أكتب، أحب أن تكون نصوصي أنا، نصوصي حية. لذلك كتاب قافلة حكايات مغربية وجده باحث مغربي فكلف جامعة غرناطة أن تترجمه إلى الإسبانية وأن يصبح هو ذلك الكتاب مصدرا للترجمة النوعية بين اللغتين في تاريخ المغرب. أنا لست مغربيا، وباحث مغربي يرى في هذا الكتاب نموذجا للسفر إلى المغرب. هذا هو النجاح. لا أريده من ناقد في مصر أو ناقد في المغرب، أنا أريده من ناقد. أما المقياس والصور فتكفيني تلك الصور عبر الأسفار، تكفيني تلك يعني كرحالة في أكثر من 37 بلدا، هذا يكفي أن أكون هناك. وهنا أنا يكفي أن أكون معكم في بنها، يعني خارج بنها أنا يعني ربما لا أهتم كثيرا. لذلك عنيت أن آتي إلى هنا أكثر من عناياتي أن أذهب إلى قصر الثقافة في القاهرة على سبيل المثال، لأن هذا جزء مني أن أكون في بنها، وهذا جزء من مشروعي. يعني سعيد جدا، وربما نذكر الأستاذ محمد الشرنوبي شاهين حينما كتب عني في موسوعة. محمد الشرنوبي شاهين لمن لا يعرفه، يعني هو واحد من أعلام الشعر العامية والزجل في زمنه، وأعتقد أن قصائده العامية تتجاوز الزمن. أصدر وكان مهتما جدا بتأريخ للأدباء في بنها، وكتب عن تلك الوجوه الستة. هذا الكتاب ربما صدر يعني مطلع التسعينيات، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 30 عاما. فقد رأى هذا الرجل الذي أحسبه بكل النقاد جميعا، رأى تلك الوجوه الستة في أسرح أبو اليزيد. يعني أشكر هذا الناقد المبكر، يعني لأنه كان مبدعا فعرف أن يعني يجد تلك الروابط.